خلق وعيش 22 سنة بلندن، ولما رجع لبنان لاحظ الفرق الكبير بين المدينتين. هالشي خليه يعمل ويب سايت يكتب فيه كل ملاحظاته وتعليقاته من الناحية الاجتماعية وغيرها. الويب سايت اسمه Our Man in Beirut، كتب وعلق من خلاله على عدة مواضيع، وبعد سنتين قرر يصدر كتاب بنفس العنوان ونفس المواضيع. تنعرف أكثر عن كتابه وعن Our Man in Beirut نستقبل نصر عطالة. بس عطالله، Our Man in Beirut بلش كبلوج واليوم صار موجود ككتاب. فينا نقول انه انت Our Man in Beirut؟ مزبوط، هي الفكره من وراها. قد ايه صار لك ببيروت؟ انا صار لي هلا سنتين ونص، عشت هون 5 سنين بين متكاملي 15 سنه ل 20، ورجعت على لندن وحبيت ارجع اجي من سنتين. عم تجي بنفسية انه بدك تراقب، بتعمل مونيتورينج وتعلق على كل موضوع ما عجبك، ولا عم تجي بنفسية انه بدك تجرب تتأقلم مع العيش ببيروت وما عم تقدر؟ انا صراحة وتجيت ما كنت عارف شو توقع، يعني ما بحياتي ما كنت شاغل هون وما كنت عايش يعني كأدلت ببيروت. يعني نعم، وقت الواحد يكون عمره 15 سنة بيتأقلم وين ما كان، يعني بس غير شيء بعدين. فجيت بعد فترة صرت لاحظ انه في قصص ما بفهمون وكتير ناس حوالي ما بفهمون، فبلشت اكتب عنهم. غدا بيلي رح بلش معك. نصري، انا من بعد ما شفت شو كاتب بالانترنت وكيف تعليقاتك، مع انه حبيت كتير طريقتك بالكريتيك اللي هو بناء انفات، بس شفت انه كأنك عم تتبع كأنه خالف تعرف، انه كل شيء ما بيعجبني وكل شيء بنتقده وكل شيء هيك. بحب اعرف رأيك بالأديان فور اكزامبل. هلا بس شغله، انا هيك بالحياه على كل شيء، يعني مش بس على بيروت، يعني في كثير ضلني نق، ويعني حرام اهلي واصحابي، يعني ضلني كثير صديق قديم كمان. بس احنا بنتحمل هذا، انا بحب تقولها يعني، بس حبيت اطلع منك. تفضل. مثلا الأديان، انا مره كتبت بالغيون جو عن علاقتي بالأديان، انه انا ما بامن صراحه، يعني بس بحترم كل الأديان، بس أنا اللي عندي علاقة مع الدين إنه أنا خلقت بلندن وما قدرت أشوف لبنان لحد ما كان عمري 12 سنة 13 سنة، لأن من وراء الحرب. وأنا اللي إنه صرت في علاقة بين الحرب والدين براسي، يعني من أنا وصغير. فيمكن هاي، ويمكن التربية بأوروبا خلتني يمكن كمان ما ركز على هالشيء. بس عطل بالكتاب Our Man in Beirut في كتير صور مأخوذة، ومنحس صور كتير ارتستيك، بس بنفس الوقت الطريقة اللي انأخذت فيها كتير بسيطة، وبعرف انه اكتريتهم اخذوا من تليفونك. خبرنا شو اكتر عن الموضوع. حبيت حتى نوعين من الصور. اول نوع هو صور انه قصدت اظهر واخذ صور، يعني رحت اخذت كاميرا بروفيشنال و صرت أبرم يعني بعدة أحياء شوارع بحبهم أنا، وبس إنه الواحد لين ضلوا يسوق ببيروت، فما بيوقف وينتبه شو في حواليه. فقلت إذا بروح بمشي يمكن بشوف أساس ما بشوفهم عادة، وهيك صار. ومثل ما قلت وديك، يعني بكون على الآن بعجلة بشوف شيء بيضحك بأخذ صورة بالتليفون. حبيت حتى هالنوعين من الصور. كيف بتعرف عن الكتاب اليوم؟ هو مجموعة من هو البلوغ، صار له سنتين. و يعني كاتب عن كل شيء، يعني مش بس بنتقد قصص، يعني في قصص بوزيتيف وقصص نيجاتيف. فهو مجموعة من البلوجز وهالصور، حبيت حطهم كلهم بكتاب. غدا يونس، انا بدي اقول اداب لانه بحب نصري عطله كثير شخصيا، وكتابته قالت غدا شغله الاسلوب تبعه. كنت عم بقول له انه وقت اقرا له الارتكلز تبعوله بسمعه عم يحكي، يعني بتحس هالقد عايشه وهالقد قريب، وبيحكي بصوت الكل. انا عندي عده اسئله. عندي سؤال بخصوص البلوجرز، قد ايه نحن دائما نحكي قد ايه البلوجرز انفلوينشال، وقد ايه عندهم تاثير على الشعب، على الراي العام. عاده هلا انت مش بس انتقلت من بلوجز لبلوج لويب سايت، بس كمان انتقلت لكتاب. بقى هل قد ايه شو في عندك رساله بحب توجه رساله للبلوجرز بطريقه تعاملهم مع الاونلاين؟ واكثر من هيك، انتقلت من كنت اشتغل شيء كليا غير، يعني كنت اشتغل ببنك بلندن،
وجيت لهون لان حبيت غير حياتي كليا. يعني انا كمان بي كاتب وصحافي وحبيت، انا للاسف ما بكتب بالعربي. سمير عطله من ارجله تحيه. هل هالشيء حمسك كمان تكتب كتب؟ اكيد يعني من بس على طريقتك الخاصه. على طريقتي يعني، انا يعني من انا وصغير دائما انه بي يا عم بيكتب يا عم بيقرا، وانا اكيد هذا تاثرت بهالشيء. حبيت جرب غير شيء يمكن بيطلع مصاري اكثر قبل. بس ما كان طلعتهم للمصريات ولا صرفتهم؟ لا، وما كان يمكن افشل البنكر. ندمت انك جيت على لبنان؟ بتفضل ترجع على لندن؟ لا اكيد لا، لا ارجع على لندن ما بتخيل. ندمت انه جيت على لبنان ابدا، لان يعني هلا انا حلو ان انا وصغير اعمل كتاب ويعني عم اشتغل عن جد يعني. انا عم الواحد على طول بلاي جراوند. يعني جيت على لبنان وتحقق القصص اللي كنت بدي اعملهم من زمان، فاكيد يعني ما بندم ابدا. يعني في شغلة انه طلعت بيروت بانتقاده لبيروت، بيروت هي الانسبيريشن تبعيته، لانه لو ما كان فيها كل هالعلات ما كان هو انطلق وكتب كل هالقصص. الواحد بينتقد بس شيء بحبه يعني، ما بينتقد اذا يعني ما همه بفل وخلص يعني. من الاخر كيف لقيت الكتاب غدا يونس؟ انا اللي بشجعه كثير لنصري. غبرين بدي اتمنى لنصري انه يوعى شي نهار وما يلاقي ولا موضوع يكتب عنه بهالمجال. غدا تبيلي جاش حرب ستيل تبعه كتير حلو، اكيد رح يلاقي غير مواضيع يحكي عنها، ومثل ما قال حبيب عملنا له بس ستيل سوبر والايروني كتير حلو. نيلة لحون كتير حبيت البلوج، ناطره الكتاب بعد ما شفته. وسام خازم يا لازم نساله شو بحب بيروت. شغله واحده، شغله واحده بيروت، العلاقات الشخصيه بين العالم يعني، ما جنسيه علاقات. شكرا كثير لوجودك معنا الليله. اول مان من بيروت موجود معنا اليوم كمان من الاخر، ونحن من خليك بهالهمه بالنهايه عم تلفت نظرنا على عده مواضيع. نحن كمان من الاخر بفريق الاعداد نقرا كثير هذا البلوج، بنراقب كثير هذا البلوج، لانه فعلا بتفكر اوقات بنفس الطريقه وبتعلق او بتحط اصبعك على الجرح على امل المعنيين يلاقوا النتيجه او يلاقوا الحل لكل هالمشاكل. نصر عطله شكرا كثير لوجودك معنا الليله. وهلا مكتب المفيد مع نفسي.